صباح الخير، أنا وإنتو مشاهدينا الأعزاء رح نروح جولة بمتحف الأردن، خليكم معنا. خلال جولتنا في متحف الأردن رح نرحب أنا وياكم مشاهدين الأعزاء بمدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمري. صباح الخير. صباح النور. وأنا بدوري برحب فيكم جميعا في متحفكم متحف الأردن. أهلا وسهلا فيك، ورح نبلش أنا وياك جولة صغيرة وبطاقة تعريفية للمتحف. بدنا نحكي شوي بالبداية عن تأسيس المتحف. تأسيس المتحف حقيقة هي كانت حلم قديم بدأ في الستينات، وحمل هذا الحلم وهذه الرسالة سمو الأمير الحسن ابن طلال. نعم. وتم عقد العديد من المؤتمرات والعديد من الدراسات والعديد من التحركات في هذا المجال إلى أن صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس متحف الأردن. وبصدور هذه الإرادة تم بدء البناء وتم إنجازه بالعام 2010. وتم وضع نظام خاص لإدارة هذا المرفق الهام، يتكون من مجلس أمناء برئاسة جلالة الملكة رانيا عبد الله. نعم. وتنوب عنها بشؤون المتحف بشكل عام سمو الأميرة سمية بنت الحسن. نعم. ومجموعة من الذوات بتخصصات مختلفة لدعم إدارة المتحف في تحديد التوجهات الاستراتيجية لهذا المتحف المهم في الأردن، وهو متحف الأردن الوطني طبعا. صحيح. طيب، هو متى أصلا تم الافتتاح بعد التأسيس وبعد الشغل عليه؟ تم الافتتاح في بداية العام 2013، وكان ما يسمى بنسميه احنا السوفت أوبنينج، على أساس أنه كانت بداية افتتاح تجريبي حتى نشوف كيف تفاعل الزوار. وتم زيادة ساعات وأيام الدوام مع مرور الأيام إلى أن أصبح طبعا يداوم ما قبل جائحة كورونا على مدى الأسبوع، ما عدا يوم الثلاثاء اللي هو يوم الصيانة والنظافة الأسبوعية. وكان يشهد طبعا نحكي دائما قبل جائحة كورونا إقبال ممتاز من طلبة المدارس، من السياح الأجانب، من العائلات الأردنية. نعم. وطبعا هو لأنه يشكل بوابة تعليمية ثقافية حضارية للأردن. نعم. طب خلينا مهندس إيهاب ناخذ جولة ونحكي بأكثر تفاصيل عن المتحف. تمام، تفضل. مهندس إيهاب، بنحب كمان نعرف وناخد فكرة عن موضوع مقتنيات متحف الأردن، احكي لنا شوية تفاصيل. متحف الأردن يضم العديد من المقتنيات. نعم. لدينا ما يقارب 3000 قطعة أثرية، لكن هذه القطعة ليس بالعدد وإنما بما تعبر عنه من قصص. نعم. وإبداع إنساني على مر العصور في مجالات مختلفة، كمجالات العمارة، مجالات الفنون، مجالات التجارة، كل المجالات، مجالات القانون، المجالات العسكرية. نعم. المجالات اللي هي الصناعات الغذائية، وبعض من هذه القطع تعتبر فريدة على مستوى التاريخ وعلى مستوى العالم. وعلى مستوى العالم. من هذه القطع تماثيل عين غزال، هذه التماثيل عمرها يقارب 10,000 سنة، وهي نعم. أقدم تماثيل بالحجم الطبيعي للإنسان، مصنوعة من مادة الجبسين، مادة الجبسين غير موجودة في الطبيعة. الإنسان الأردني في هذاك الزمن. نعم. استطاع أنه يصنع هذه المادة بمعادلة كيماوية، هي تحتاج إلى معرفة كيمياء. نعم. تخيلي قبل 10,000 سنة استطاع أن يصنع الجبسين ويضيف إليه الماء ويصنع
هذه التماثيل الإبداعية اللي فيها كمان تعبير فني غير عن القيمة العلمية اللي بتخفيها من حيث تصنيع مادة الجرسين. موجودة فقط في متحف الأردن. هاي هي القطع، هي عبارة عن أكثر من 30 تمثال. نعم. وجدت في منطقة عين غزال. إحنا موجود عندنا في متحف الأردن 5 قطع منها. نعم. وموجود في المتحف البريطاني قطعة، وفي متحف في الولايات المتحدة قطعة، وفي متحف اللوفر أبوظبي قطعة. نعم. خلينا نكمل الجولة وناخذ فكرة أكثر كمان عن تفاصيل المتحف. مشاهدينا الأعزاء بجزء من المتحف وبزيارة للقاعة النبطية اللي رح ناخد جزء من تفاصيلها الصغيرة. مهندس إيهاب، قبل شوي كنا عم نحكي عن الجدارية اللي خلفنا. نعم. خلينا ناخد تفاصيلها أكثر. طبعا زي ما حكيتي إحنا في القاعة النبطية، حضارة الأنباط. نعم. أجدادنا الأنباط اللي بنفتخر فيهم، حضارة متميزة جدا. صحيح. وإبداعية، وخاصة في مجال العلوم الهندسية ومجال العمارة والعمران. صحيح. طبعا هاي الواجهة هي جزء من واجهة معبد خربة الذريح. جزء هي. نعم. مش جزء طبعا هذا معبد ضخم جدا، وهذا جزء بسيط جدا يعني في المنطقة العليا من هذا الهيكل، وكل شيء كانوا يعملوه هو هادف يعني. نعم. ما في انه بس مجرد زخارف. هاي الأشكال الجميلة، هاي الشخوص الموجودة أمامنا، هي عبارة عن تجسيد للأبراج. نعم. السماوية، وهم أبدعوا في علوم الفلك الأنباط. طيب الباقي الأجزاء وين راحت؟ هلا هذا ما تم التمكن من الحفاظ عليه. طبعا إحنا بنحكي عن سنوات طويلة جدا في غياب القوانين وفي غياب الضبط والربط، يعني بنحكي عن بجوز أكثر من 100 سنة، لكن ما تم جمعه من إرث الأردن من قطع أثرية شيء الحقيقة يعني بيفتح متاحف كثيرة جدا، مش بس متحف الأردن. وإحنا بنفتخر بهاي القطع. وكمان في معلومة بحب أنوه لها، إنه زمان كان قوانين الآثار القديمة تتيح موضوع قسمة القطع الأثرية ما بين البعثات الأجنبية المحلية. نعم. والأجنبية. نعم. فكانوا يأخذوا اللي بيكتشف قطع يأخذ جزء منها ويعرضها بالمتاحف اللي موجودة في أوروبا ومناطق أخرى من العالم، واللي لازال موجود كثير من القطع. طبعا مكتوب عليها أنه هاي قطع من الأردن وتمثل إبداع الأردني. يعني هاي القطع يعني جانب، أحد الجوانب الجيدة، طبعا إحنا نتمنى أن هذه القطع كلها ترجع، لكن أحد الجوانب الجيدة أنه هي عبارة عن زي شفراء لنا في كل أنحاء العالم. أنحاء العالم. طبعا إحنا في ختام لقائنا مهندس إيهاب بدنا نحكي عن الإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا لمتحف الأردن. حكينا في البداية إنه إحنا لما دخلنا كان في جهاز تعقيم، كانوا عم بياخدوا درجات الحرارة، كان في كمان كمامات، كان في جلوفز. فخلينا نحكي عن الإجراءات اللي المدروسة اللي عملتوها في ظل هاي الجائحة. نعم، حقيقة الإجراءات هي نوعين، الإجراءات اللي أنت حكيت عنها واللي كل الشعب الأردني صار يعرفها. صحيح. مجهزة تماماً، عمليات التعقيم، الكمامات، القفازات، كل شيء، اللوحات التوعوية، ماذا تفعل وماذا لا تفعل. صحيح. كيف طريقة الدخول، قياس الحرارة، كل شيء. وهذا من جانب. من جانب آخر، بالجانب الفني خليني أسميه، هلا لا يخفى على أحد أنه المتاحف حالياً ومنها متحف الأردن ما في زوار، يعني الزوار اللي هم من السواح، ضيوفنا الأجانب، حتى طلبة المدارس اللي هم بشكله زخم كبير، هذول الشريحتين هذول غير موجودين حاليا، غير. صحيح. متاحين حاليا. ولذلك تم التفكير بعمل جولة افتراضية في المتحف، نزلناها على موقعنا وعلى كل صفحات التواصل الاجتماعي. نعم. وهاي الجولة هي جولة تفصيلية تأخذ أي ضيف وأي شخص يرغب أن يدخل إلى متحف الأردن، تدخله إلى داخل المتحف ويستطيع حتى أنه يقرأ يعني ما هو مكتوب عن كل قطعة في المتحف. ممتاز. نشكر أكيد تواجدك معنا واستقبالك لنا اليوم مهندس إيهاب. أول شيء العفو، هذا واجبنا، وهذا متحف الأردن. عندنا رسالة تحفيزية لكل شخص أردني من الصغير إلى الكبير. الأردن هي بلد عاشت تحديات كثيرة على مر العصور. صحيح. وحولت هذه التحديات إلى فرص، والمتحف يقدم هذه الفكرة، وبالتالي نحفز كل الشعب الأردني على الإبداع.
إن شاء الله. طبعاً نشكركم كمان مشاهدينا على حسن المتابعة، إن شاء الله يا رب يكون زيارتنا أعجبتكم من متحف الأردن. يعطيكم العافية.